اسمع مني مع دكتور حسن ناصر الدين، جراح تجميل وترميم. صباح الخير دكتور صباح حسن النور. كيفك؟ ماشي الله. الحال؟ اليوم انت معي يعني لنحكي عن شد الوجه. شو عنا تكنيكس جديدة موجودة، جراحة وبدون جراحة؟ خبرنا أول شيء هذا الموضوع اللي بهم كتار من السيدات. اليوم إذا بنحكي عن شد الوجه عادة أي عمر بنكون عم نبلش نحكي عن شد وجه؟ أول شيء نعد عليكم. تاني شيء بالنسبة لشد الوجه، في مراحل عمرية نحن بنصير بحاجة لأنه نشد الوجه. يعني كل مرأة ما بنقول بتكبر، أنه بصير عمرها من فوق 45 سنة بصير عندنا لخبطة بالهرمونات بالجسم، فهون ببلش الجلد ياخذ تمدد أكثر، ما بنقدر نحافظ على الكولاجين اللي موجود أو على الإلاستيسيتي تبع الجلد مثل ما لازم. وهون ببلش نحن نفكر بعمليات ترميم الهبوط اللي بصير بالوجه. وعنا يعني في ناس اللي بتخاف من الجراحة أو أنه بتحس أنه بعد بكير، نحن بنروح معه على العلاج الكونسرفاتيف اللي هو عبارة عن أنه نحن ممكن نشد الوجه بالخيوط هي بدون جراحة، يعني لوكال أنستيزي، والبروسيجر بتاخد تقريبا 5 دقائق ماكسيموم. ممكن نستعين هلأ في أوبر جديدة عم تعطي كتير كولاجين قوي للوجه، بتقدر تثبت الوجه لفترة طويلة بالنضارة تبعه بالشد بأساوة الجلد. احنا عم نسميها إبرة الكالسيوم هلا. وعندنا الأوبر اللي هي بتحبس الكولاجين وبتقوي أوبر النضارة اللي نحن مستعين فيها مثل يالو برو مثلا. يعني هذه كلها أوبر بتساعد انه نحن نقدر نأجل عملية شد الوجه. بس بالمبدأ يعني افضل حل لانه الواحد يخلص من هذا الموضوع وما يتعذب كل 6 شهور أو 8 شهور، يعني كل اللي حكيت عنه أنا هلأ هو دوامه لتقريبا 6 شهور 8 شهور مؤقت، بيروح على شد الوجه اللي هي بتعيش نحن مسميها يعني الفترة تبعه من 5 إلى 7 سنين بيستمر. هلأ إذا الشخص بعد ما يعمل عملية شد الوجه ضل مستمر بالعناية بالوجه وبالبشرة وبالجلد، هون العملية معنا بتستمر مرات فترات أطول، ويمكن ما يضطر الشخص ليشد وجهه مرة تانية بالحياة. أوكي. في كتير عالم بتخاف، يعني بس نقول شد عملية شد الوجه بخافوا منها، أنا بفكروها عملية كتير كبيرة. اليوم شو هن التكنيكس يلي عم نحكي عنها لا شد الوجه؟ الخوف كان نابع من أنه بتخاف أنه الكدمات الكبيرة، الورم الكبير، الريكوفري تايم اللي هي بتستمر، كانت تستمر ل3 أسابيع و4 أسابيع، الشخص ما يقدر يظهر من البيت 2 أو 3 أيام بالمستشفى. هلأ صار الموضوع كله كتير إيزي. ليش؟ لأنه نحن أول شيء حولنا العملية من بنج عام لبنج موضعي. ماكسيموم نستعين بسيديشن بالمصل، بكون المريض مرتاح، ما حتى بالانجكشن تبع اللوكال انستيزي ما بيحس فيها. العمليه كانت تاخذ 5 و6 ساعات، هلا بتاخذ معنا 2 ساعة ماكسيموم. من قبل كان الخوف اكثر من هو انه البنج العام وضخامه العمليه كانت بتخوف، هلا كله صار يعني بطريقه اسهل وسلاسه اكثر، والمريض باسبوع واحد فيه روح على شغله. اوكي، عم بلشنا نشوف صور دكتور حسن، هيك اذا فينا نعلق عليهم شوي. هون عم نشوف، هون عندنا الاكثر التركيز على التشن لانه كان عندنا تمدد بالجلد مع شوي الدهون، اضطرينا نعمل لها لايبوسكشن شوي مع الليفتنج من ورا الديني، فما ببين الجرح ابدا. اوكي، وبسم الله حضرتكم بتقدروا النتيجه. واو، هون عملنا فيس ليفت كمان. عندنا كان عندنا مشكله بالنوز، كان معمول اكثر من مره في مشكله، اضطرينا نعمل له كمان ترميم. وعملنا الى جانب هيدا عملنا شيء اسمه ليب ليفت اللي هو الجرح اللي بيجي فوق الشفه، بيرفع الشفه شيء بسيط، بيكون على خط المنقار ما بيبين بس بيظهر الشفه. في منهم عندك اكثر من حدا مثلا عنده فيلردين بشفاف، فهون ما بيقدر يحط فيلر او يحط اي ماده لانه هون صار الموضوع خطر صحيا. فبيضطر نحن نفتش له على طرق ثانيه جراحيه تقدر تساعده تيبرز جماله اكثر. اوكي، هون عندنا عملنا فيس ليفت فيس ليفت مع شوي للشفه كمان، العيون كمان خدنا لها سحبه، لانه كل تكنيك بالجراحه تعول الوجه بتفرق عن الثانيه. هون مثلا بنمد الجرح ل منطقة التامبل أو المنطقة اللي هي فوق العين، وبناخد بنفس الوقت بنشد العين عشان تاخد شكل كمان يتناسب مع الوجه.
هون عم نحكي عن قطب صح؟ قطب. أوكي. كل القطب مثل ما شايفي بيجوا على خط الدايني من قدام. بدي نوه لشغلي. عالم كلها بتسألني إنه عملية شد الوجه من وراء الدايني الجرح. ما في شيء اسمه ورا الدين، نحن بنعملها بس لشد الرقبه. اوكي. بس نعمل الفيس ليفت، في عنا طريقتين، يا اما بيجي من قدام الدين يا اما بقلب الدين من جوا. هون الجراح بيحدد وين بده يكون المكان الانسب عشان ما يظهر الجرح اكثر. اوكي. في عمليات بدون سكار او بيكون جرحها كثير مخفي بالشعر اللي هي بنعملها نحن على بالاندوسكوب يعني بالناظور. بس هون نحن بهاي العمليات بنقدر ناخذ نتيجه بس ما بنقدر نشيل الاكسترا سكن الموجود. ففي بعض الكيسات ما بتزبط معهم هيدي التقنيه، نضطر نحن نعمل الجرح من قدام الشعر وقدام الدينه. الجرح من قطب بطريقه كثير جميله وحلوه لدرجه انه بعد 6 شهور الشخص بيختفي. يعني هذا الشيء كثير مهم لانه اليوم السيدات بخافوا اكثر شيء من ظهور الجرح. هيدا الخوف الاكثر عند العالم انه انا ما بدي يظهر الجرح، انا برفع شعري لفوق، انا ما بحب نزل شعري، انه بتخاف من السكار ما يعلم وهيك. وهيدا هو عن جد هو الشيء اللي ممكن يزعج بهي العمليه. بس الحمد لله على التقنيات الجديدة اللي نحن عم نعملها، إن كان العمليات على الليزر، إن كان السوتشر أو القطب الداخلية عم تكون هي غير القطب القديمة، يعني عم نستعمل نوعيات خيطان جديدة، عم كل يوم عم نطور بهاي التكنيك كرمال نقدر نخفي السكار قد ما بنقدر. ودكتور حسن، فيها السيدة تعمل محلات معينة بالوجه؟ يعني فيها تعمل مثلا إذا عندها ترهل بس بميلة الخطوط بالعيون، فيها تقسمهم صح؟ أكيد. نحن عنا الوجه مقسم، نحن في شيء عنا فول فيس ليفت، ميني فيس ليفت، أو الميني بونيتيل اللي نحن عملنا بالعيادة بنعملها. ما بنعملها بالعياد بس عيادتنا يعني مشهورة فيها، إنه نحن نشد العين بس الجزء العلوي من الوجه. ممكن نعمل ميني فيس بس من الخد للحنك، فينا نعمله من الحنك للرقبة بس. كل شخص بيختار الشخص المنطقة اللي بتزعجه. هلأ في مرات كمان عملية شد الوجه بيكون مثلا نوع الوجه اللي بيكون هيك ناصح شوي خلينا نسميه، إلى جانب شد الوجه بدنا نعمل بعض الشغلات الداخلية، مثلا نشيله شيء اسمه بوكال فات من هون حتى نعمل تفاصيل للوجه. ليتحدد الوجه. ليتحدد الوجه. لما نيجي بنشده فبيطلع مبروم، ما بياخذ تفاصيل حلوة، فما بتاخذ نتيجة مرضي، فبنضطر هون نشتغل أكثر من شيء تنقدر نوصل لنتيجة أجمل. هلا أكيد نحن بنتشاور مع المريض بالأول، بنشرح له كل شيء وهو بيختار. في منهم بيحبوا الوجه المدور، منهم بيحبوا الوجه المفصل. تقسيمات الوجه مثلا عندك مثلا نجمات العالمية بالسينما كلهم معظمهم شايلين شيء اسمه بوكال فات، في كتلة دهنية لتعمل الخسفة، لتعمل الخسفة بين الخدين. نستعين مرات بالخيوط بس بدون جراحة لنشد بس الخد الفوق، فبيعطي هيدا الفصل الموجود من هون. كتير يعني هون عم نحكي ريكوفري قد ايه بتكون عادة لهيك؟ إلى الخيوط 3 أيام مش ريكوفري يعني، بس بده يكون يعمل وقاية ذاتية يعني ما يعمل أي فورس على وجهه ولا شيء، يعني حتى الخيط بهول 3 أيام بيكون جسمك قدر يلقط عليه ليعطينا نتيجة أجمل. وعلى 21 يوم ببلش يدوب، يعني بداية 6 شهور 8 شهور ماكسيموم. هلا العملية ما بعد الخيط بصير أسوأ؟ لا، لأنه الخيط طول 6 شهور اللي هو عملية تفكك تبعه بيكون عم يعطينا كولاجين أكثر، فالجلد بيكون تغير بهذا الوقت. بالنسبة لأنه عالم بتقلك بدي شد مثلا جزء من وجهي، نحن ما بنروح معهم على هيدي العملية، لأن يعني بتكون ظاهرة لنا حسب خبرتنا أنه إذا خدتي بس هيدا الجزء بصير دفو، لأنه يعني اوقات مضطر تعمل كل مضطر تعمل كل شيء، يا اما ما تعمل شيء لانه بتصير بده وين دفو يعني. نعم نعم. مثل وقت بنعمل عمليات العيون البلافرو مثلا بنعمل من فوق، فبيجي المريض بيقول لك انا من تحت ما كانوا عندي، بس تطلع الصور لا، بس لانه خفيت الشيء اللي كان موجود فوق العين ظهر اللي تحت. يعني قبل ما كنت تركز على منطقه معينه. يعني حضرتك تعطيهم الانستراكشنز الصح ليتطلع النتيجه كثير حلوه. دكتور حسن ناصدرين، اصلا انت معروف قد ايه شغلك حلو، قد ايه عندك اشياء كثير بتتميز فيهم وتريد مارك صاروا لك. بدي اتشكر وجودك معنا، وان شاء الله تكون معنا بحلقات لاحقه.